معانا تليفون مهم جدا جدا، واحد من امتع المعلقين العرب اللي موجودين ودايما بيمتعونا في اخباره ووجوده هنا في قناه النادي الاهلي وعلى مستوى مصر بشكل عام، الكابتن عصام الشوالي. كابتن عصام برحب بحضرتك. كابتن عمر تحياتي، تحيه للساده المشاهدين ومتابعي قناه الاهلي، القناه المتميزه والقناه الرائده على مستوى الانديه العربيه. طبعا وجودك يا كابتن بيبسطنا جدا، واكيد طبعا بنكون سعداء بوجود حضرتك. في البدايه الدوري الانجليزي، هل حضرتك شايف يعني ليفربول قادر على تعلم الدرس من الموسم الماضي وان هو يعرف يحافظ على فارق النقاط لحد اقصى وقت ممكن ويحقق الدوري الانجليزي اللي كتير جدا من نجوم ليفربول ما قدروش يحققوه يا كابتن؟ هو الان لحد الان يعني الانطلاق الان تقريبا اقل شويه من ثلث المشوار بعد 10 جولات، يعني نتائج ممتازه جدا. الفريق عنده من الرصيد النقاط 28، 9 انتصارات تعادل، لعب مع الفرق الصعبه تقريبا، عدى الان تشيلسي في ستانفورد بريدج بانتصار، انتصر على سبيرس انتصار صعب في قوه شخصيه لفريق ليفربول، لعبت في خساره من الدقيقه الاولى. مش كل الفرق عمر ترجع تنتصر في هكذا ماتشات، يعني بعد ثواني تقبل هدف الافتتاح. الضغط كبير، هو الضغط كبير على فريق حتى في احد المباريات الاوروبيه في الشامبيونز ليج. كنت قلت انه نتوقع انه ليفربول سيحقق الدوري هذا العام. فارق الست نقاط طبعا ما يعني شيء في الكره الانجليزيه، تعرف مازال 28 مباراه، المشوار مازال طويل، ولكن تحس انه الفريق كسب شخصيه البطل، بدا يجهز، بدا مع يورجن كلوب يتخلص من عطله بطوله الدوري او البريمير ليج اللي اهدرها في سنتين، سنتك 2014 تقريبا 2015 اللي في اخر السيزون بعد تعثره مع تشيلسي في الانفيلد، ثم الموسم الماضي اللي ما عرفش يفارق على يحافظ على فارق الست سبع نقاط. السنه هذه الفريق جاهز، الفريق منسجم، الفريق عنده ثقه بطوله اوروبا كبطل الشامبيونز. انا نتصور ليفربول اخيرا في مايو 2020 باش يقضي بعد تقريبا 30 سنه على عقده هذه البطوله بين طرفين الملعون اللي تتمنى عنه. كابتن عصام، هل حضرتك شايف ان الجوله اللي قربت جدا ما بين السيتي وليفربول هل ممكن تكون حاسمه بعض الشيء في يعني حسم الصداره، حسم لقب الدوري الانجليزي؟ لو ليفربول قدر انه يحسم الثلاث نقاط لصالحه، هل يقدر يبعد كمان مره من او من على بعد المنافسه مع السيتي، ولا السيتي يقدر ان هو يفوز ويقلص عدد النقاط وبالتالي يبقى الموضوع بالنسبه لبيب جوارديولا والسيتيزنز اسهل في المنافسه مع ليفربول، خصوصا ان لسه زي ما حضرتك قلت 28 جوله؟ وكابتن عمر المشوار مازال طويل، مباراة العاشر من نوفمبر هي مباراة حاسمة ولكن ليست مصيرية. تمام. لن تنهي السير على الدوري حتى تكون ليفربول والفارق كبر ل 19 نقاط. تعرف من ميزات الدوري الانجليزي وخصوصياته كابتن انه يعني بامكان ليفربول يهزم السيتي واليونايتد وتوتنهام، ثم يخسر لك مع ساوثامبتون ومع ليستر، ونذكر ليستر سيتي العام الماضي كان سبب ممكن اسباب ضياع الدوري، يخسر فيها استون، يخسر فهذه هي صعوبه الدوري الانجليزي، انه مباريات كؤوس، كل مباراه فاينل، كل مباراه يعني يلزم تخلصها. انا اعتقد ان مباراه 10 نوفمبر مهمه جدا على المستوى المعنوي، ليفربول مطالب في الانفيلد ينتصر، عكس السنه الماضيه اللي ممكن اللقب لما تراجع الموسم خطوه بخطوه في اي فريق يتعثر هنا ويكسب هناك، ولكن اعتقد انه من اسباب ضياع الدوري هو عدم الفوز المباشره لليفربول. في الموسم اتصور انه سيستفيد، فريق عنده تقريب فوق ال 40 ماتش 45 مباراه بدون خساره في الحنطين، يعني حتى الريكور على المحك، ونتصور باش تكون قمه يعني من اعلى طراز يوم 10 من نوفمبر. التقارير الصحفيه في انجلترا كابتن عصام بتقول ان ممكن نادي توتنهام يستعين بخدمات جوزيه مورينيو خلفا لبيكوتينيو بعد التذبذب في المستوى لصالح فريق توتنهام وبعد الهزايم والتعادلات الاخيره بالنسبه لتوتنهام، وان توتنهام ما بقاش موجود. طيب هنرجع نكمل مع الكابتن عصام الشوالي المكالمه، لكن